عالم التسوق الإلكتروني في ظل وباء كورونا وبعده ليس كما كان قبله، حيث يشهد هذا المجال نمواً غير مسبوق، يقدر حجم مبيعاته بأكثر من 20 مليون دولار شهرياً في العراق حسب تقديرات غير رسمية. شباب عراقيون أسسوا شركات صغيرة خلال الفترة الماضية، بات اليوم عائدها أكبر بكثير وأصبحت تمتلك فروعاً في مختلف دول العالم. يونيمارت شوب صار سيستم عالمي، كان مجهزين عراقيين هنا يجهزون بضاعة مقر الشركة، تجهز مرة ثانية تشحن للزبون. طورنا هذا الخدمة إلى أن تكون هي خدمة عالمية، حولنا نظامها إلى نظام الدروب شيبينج، كان ينشحن المنتج من السبلاير مباشرة للزبون. خلال أوقات الحظر الكلي وأحياناً الجزئي، بلغت نسبة اعتماد الأسرة العراقية على التسوق الإلكتروني 90%، مما فتح آفاقاً واسعة لخلق فرص عمل جديدة للعديد من الشباب العاملين في هذا المجال بعد الإعفاءات التي منحت لمندوبي خدمة التوصيل خلال أوقات الحظر الصحي، لتصبح هذه المهنة من مصادر الربح السريع. يعني هي مرحلة من التطور أسوتها باقي دول العالم، وبالعراق على اتصال مع كثير من الأسواق العالمية والإقليمية، وقبلها كخطوة تطور، بالأخص بعد انتشار كورونا ووضع منع التجول في كثير من المناطق نشط هذه العملية. مقدمتها طبعا الغذاء، الدليفري مال الأكل، ترى عشرات الدراجات. التسوق عبر الانترنت فتح آفاق جدا عميقة للشباب، شافوا انه حاليا بدل ما يبلش بفرص عمل ثانوية ما تحقق له الدخل اللي هو يحتاجه حتى يكون ابسط مقومات حياته. هسه شاب شنو اللي يطمح له اكثر شيء؟ يطمح زواج، بيت، سيارة، اكو غيرها؟ فشاف انه يحتاج وقت جدا ضخم ويدخر مبلغ جدا عالي حتى انا ذاك يحقق اقل التفاصيل. التسوق عبر الانترنت قدر يختصر له هاي المسافات. دفعت أزمة كورونا التجارة الإلكترونية للنمو في العراق على عكس مبيعات التجارة التقليدية بحسب خبراء اقتصاديين، خصوصا وأنها سهلة وفي متناول اليد، والأهم من ذلك أنها تبقي الباعة والمشترين بعيدين عن التجمعات التي تشكلها التجارة التقليدية، ويخشى كثيرون تأثيرها على نقل العدوى بالفيروس. التسوق عن بعد لم يعد مطلبا آنيا فرضته ظروف الإغلاق التي رافقت أزمة كورونا، بل بات ضرورة يومية لا يستغني الكثيرون عنها. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.